اعتبروها هدية صغيرة من أخوكم. اشتغلتوا منيح، شكراً لكم. واصلة الرسالة، لازم تكون وصلت مثل ما بدي. جميل. وهي هدية صغيرة كمان، روحوا وعيشوا حياتكم تمام؟ وهلأ لا تورطوني مع الشرطة أو مع يرامجلي، اختفوا لفترة صغيرة وبس تهدى الأوضاع بدق لكم جميل وبترجعوا، مفهوم؟ ايه تمام أمرك معلم. رح نختفي معلم وما حدا رح يلاقينا. برافو عليك، معناتها اتفقنا. مهونة. شكرا لك. الله معكم. شكرا لك. حطيت اللي قلت لك عنه بالصندوق؟ حطيته. تتذكر وقت قلت انه موسى واحد ما بينوثق فيه؟ ليكو اعطانا ضعف المصاري. انت مفكر على اساس هالمبلغ رح يفيدنا بشي؟ ما توقعت تنفجر هيك. انت ما بتأمن فيني جميل، انت ما بتأمن فيني. قديش شكلها حلوة وقت انفجرت. خفف السرعة، خفف. شو بك؟ لوين بدك تودينا عشانهم؟ شو خفت موسى؟ خفت؟ موسى اللي كان رح يقتل أخته وهلأ قتل ثلاثة من رجاله حرق وعم بيتفرج عليهم وهنن عم بيحترقوا ومبسوط بيخاف من الموت؟ كنت قول إنك بتخاف. جميل، anladım kehribar. Hasretinden nefes alamıyorum. Göze aldım her şeyi döndüm. Artık ölüm gelecekse de eyvallah.